الخير. النهاردة عندنا قضيتين أعتقد أنهم مهمين جدا، ولكنهم بشكل ما مرتبطين ببعض. وإحنا بنحضر يعني الموضوعات بتاعتنا، لقينا أن في نفس الوقت في موضوعين هما اللي بيتطوروا ومتعلقين ببعض أو ليهم علاقة مع بعض. القضية الأولانية هي فيلم المسيح الذي يعني ينوي بعض الفنانين إنتاجه، والجدل الذي ثار حول هذا الفيلم ووجهات النظر المختلفة حوله. في بعض الناس بتقول ان الفيلم اللي بيكتب السيناريو بتاعه الأستاذ فايز غالي وبينتجه زميلنا الأستاذ محمد عشوب، ان هذا الفيلم هو من حق يعني المبدعين ان يقوموا بتقديم هذا العمل الفني وان يتعرضوا لهذا العمل الفني من وجهة نظر مصرية، خاصة وان هناك العديد من الأفلام التي عرضت حول السيد المسيح في مناسبات مختلفة، أخيرها يمكن ألام السيد المسيح اللي عرض خلال العام الماضي مش بس في مصر ولكن في أنحاء كثيرة من العالم كله، وحاز إقبال جماهيري يكاد يكون غير مسبوق. الفيلم ده طبعا شافوا ناس كتير، شافوا كل الجمهور المصري والعربي سواء من المسلمين أو من المسيحيين. القضية الثانية اللي احنا برضو واحنا بنتعرض ليها، لقينا ان الامم المتحدة او لجنة الاقليات في الامم المتحدة قبلت مناقشة قضية الاقباط المصريين. وطبعا في الاثنين احنا بنتكلم على مسألة ليها علاقة بالحرية بشكل ما، وليها علاقة بجزء من هذا الوطن بشكل ما او بشكل كبير. القضية الاولى فيلم المسيح اثير خلاف حول حق الازهر في مراجعة الفيلم، وأيضا حق الكنيسة في مراجعة الفيلم. بعض الآراء بتقول أن إذا عرض الموضوع على الأزهر فسيبدي فيه رأيه وسيقول رأيه في هذه الحالة أنه يعني لا يوافق على عرض وتصوير الأنبياء والرسل. أيضا هناك رأي في الكنيسة بيقول أن بما أن الموضوع هو موضوع ديني في الأساس، فيجب أن يكون للكنيسة رأي في هذا الأمر، ويجب أن يكون لها نوع من الإشراف أو التدخل أو على الأقل الرأي في حال الوقائع والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الديني. ممكن يكون في فيلم في يعني تعرض بشكل غير مباشر أو غير أساسي في الفيلم، في هذه الحالة لا بأس، لكن عندما يكون الموضوع موضوع ديني فهو يجب أن يكون هناك رأي. بينما في رأي ثالث بيقول أن ليس من حق الكنيسة ولا من حق الأزهر أن يراجع أي عمل فني، فالعمل الفني في النهاية هو عمل فكري وعمل إبداعي، على الناس أن يتقدموا بهم ويقدمون وجهة نظرهم ويقدمون فكرهم الإبداعي، وبالتالي لا يجب إطلاقا أن يكون هناك نوع من التدخل بأي شكل من الأشكال سواء من هذا الجانب أو ذاك في هذا الموضوع. القضية الثانية واللي هنخصص لها الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هي مسألة العرض القضية القبطية أو ما يسمى باضطهاد الأقباط على الأمم المتحدة، أو بمعنى آخر تدويل قضية الأقباط. أيضا هناك وجهات نظر حول هذا الأمر. البعض يرى أن من حق الأقباط أن يعرضوا قضيتهم طالما أنهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملة، وأن هناك العديد من الطلبات التي ظلوا وما زالوا يطالبون بها ولم يتحقق إلا بعض الأشكال الطفيفة منها، وبالتالي فماذا يفعلون؟ وهي وجهة نظر. أيضا في وجهة نظر تانية تقول أن هذه قضية مصرية في الأساس، وبالتالي عرضها على جهة دولية يعني التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وهو شأن مصري مصري، لا يجب إطلاقا أن يكون هناك تدخل فيه من أي جهة، أو لا يجب عرضها على جهة دولية بأي شكل من الأشكال، خاصة أنها متعلقة في النهاية بمواطنين مصريين ينتمون للديانة المسيحية، وبالتالي فما معنى تصعيد القضية لعرضها على الأمم المتحدة؟ وهي مسألة مثارة، ويبدو أن احنا يعني في زمن الإجابة على الأسئلة الكبرى. هناك العديد من الأسئلة الكبرى التي يجب أن نجيب عليها، والتي يجب أن نطرحها، والتي يجب أن يستقر رأينا عليها. مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة علاقة المواطنة أو قصة المواطنة، مسألة الحريات
العامة والخاصة، مسائل كثيرة الحقيقة بتعكسها القضيتين في نفس الوقت. على أي الأحوال هو ده موضوعنا النهاردة، أو موضوع الموضوعين اللي احنا هنناقشهم النهاردة في جزئين، في جزئين من الحلقة، الجزء الأول والجزء الثاني. وإذا عند حضراتكم أي أسئلة سواء بالنسبة للجزء الأول أو الجزء الثاني، أرجو طبعا كما تعودنا في هذا البرنامج أن تتفضلوا بطرح كل أسئلتكم وتعليقاتكم أو مداخلاتكم أو آرائكم بشكل حر وموضوعي وشفاف كما تعودنا في هذا البرنامج. ولكن في البداية وفي النهاية يجب أن نعلم أننا نناقش قضية حساسة، وأن كل الأسئلة ما فيش مشكلة إطلاقا في طرح أي أسئلة، ولكن يجب أن تطرح بشكل موضوعي دون المساس أو تجريح بأي شخص أو بأي جهة، لأن احنا في النهاية لا نقبل إطلاقا هذا التجريح من أي شخص لأي شخص أو من أي جهة لأي جهة تحت أي ظرف وتحت أي مسمى. خلونا ننتقل إلى الشارع العربي ونشوف أهم الأخبار، ونبدأ من بيروت. أمين عام حزب الله الشيخ حسن نصر الله يتعهد يوم الاحتفال بأربعينية الإمام الحسين. لا أنا الحقيقة احنا موضوعنا النهاردة نرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا النهاردة. يعني في البداية يشرفنا أن يكون معنا الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو المجمع الإسلامي وعميد كلية أصول الدين السابق. مساء الخير دكتور عبد المعطي. كما يشرفنا أن يكون معنا الأستاذ جمال أسعد الكاتب السياسي المعروف. مساء الخير أستاذ جمال. كما يشرفنا أن يكون معنا القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة. مساء الخير قمص. أهلا وسهلا. في البداية أنا يعني بنتكلم على عمل فني، هذا العمل الفني يعني حضرتك دكتور عبد المعطي كان لك يعني رأي فيه، ممكن أعرف رأي حضرتك في هذه المسألة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول أنا بتكلم عن حق الأزهر في مراجعة الأعمال الفنية والإبداعية سواء كانت فيلم أو رواية أو كتاب أدبي، لأن هذا الحق منبثق من رسالة الأزهر نفسه، لأن رسالة الأزهر حضرتك ترى أن الأزهر حق في مراجعة بقرر هذا الحق وبجيب المبررات بعد كده. نعم. فالأزهر هو رسالته صيانة الثقافة الإسلامية وصيانة العقيدة الإسلامية من أن يداخلها نوع من التحريف فيها أو الاعتداء عليها أو تشويهها، وهنا يتدخل الأزهر ليرد الأمر إلى نصابه الصحيح. ألا يعد هذا نوع من أنواع محاكم التفتيش؟ مش محاكم التفتيش، لأن محاكم التفتيش تفتش عما في الصدور، لكن نعم. أنت لما بتعمل كتاب ما بيبقاش تفتيش بقى، لأن أنت بتكتب رواية أو عمل أدبي عشان الناس تقراه ويبقى ظاهر، فمش تفتيش. وبعدين الأزهر لا يفتش. ما أنا في الكلام اللي هقوله أن القانون أناط بالأزهر هذه المهمة، قانون 103 جعل الأزهر مسؤول عن الشؤون الدينية الإسلامية وما يعرض فيها، ويجدد الثقافة الإسلامية ويوالي هذه الثقافة. هذا بالنسبة للشؤون الدينية والإسلامية. نعم، هو ده شأن ديني، شأن من شؤون الدين. لما أنت فيلم المسيح يعني ما علاقته بالأزهر؟ المسيح لنا ولإخواننا المسيحيين ليس خاصا بأمة من الأمم، وإنما هو رسالة عالمية ونبي من أنبياء الله ورسول من رسله، ونحن مكلفون بالإيمان بنبوته وبرسالته، ولذلك نحن نعظمه تماما كما نعظم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلمة القرآنية لا نفرق بين أحد من الرسل، فهو عندنا معظم ومقدس كما يقدس ويعظم جميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين السيد المسيح. هذا هو الحق القانوني والديني. ماذا يعمل الأزهر على صعيد الواقع لكي يكون السادة المشاهدون يعني عارفين بما يجري؟ الأزهر لا يفتش حتى عن الكتب والروايات أو الأفلام، ولا يبعث موظفين أو مندوبين لكي يفتشوا أو لكي يراقبوا، لأنه ليس جهة رقابة وليس جهة تفتيش كما قررت حضرتك. لا أنا ما قررتش، أنا بسأل. أنت يعني كما سألت حضرتك. أي. فهو بيترك الحرية للناس على أساس أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الذمة البراءة، فما فيش مسلم حينال من السيد المسيح ولا ينال من رسول الله محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، وما فيش مسلم حيهتم بأنه ينقص من قيمة السيد المسيح. ولذلك أي كتاب يريد مؤلفه أن يخرجه إلى سوق الفكر وسوق النشر،
فيفعل ما يشاء. والأزهر لا 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 يعني لا يتتبع ولا يتعقب العورات، وإنما الذي يحدث إنه يجينا من جهة من الجهات: إيه رأيكم في هذا الفيلم؟ إيه رأيكم في هذا الكتاب؟ إيه رأيكم في هذه القصة أو الرواية؟ هم الأزهر يقرأ، يكلف واحد من علماء الأزهر بقراءته، فإن رأى فيها يعني الأمر الديني ماشي، وأن السيد المسيح أو أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن أي نبي من الأنبياء أو أي قيمة من القيم الإسلامية موضوعة في إطارها المحترم والجميل والجليل، فيكتب بالموافقة، موافقة الأزهر على النشر والتداول. فإذا ما رأى هذا العالم الأزهري أن هناك شيئا ما ينقص من قيمة القيم الإسلامية أو من قيمة رسل من رسول الله أو من نبي من أنبياء الله، يكتب معترضا على النشر. طيب يحاول هذا عفوا فيما يتعلق موضوع الفيلم تحديدا عشان نستمع، عشان بس نشرح الآلية علشان يبقوا عارفين ايه اللي هيجري على الفيلم. ما احنا هنرجع تاني للآلية، بس طيب في الفيلم طيب. انت وجهة نظر حضرتك ايه عشان اسأل سيادة القدس؟ انا بقرر قاعدة انه لا يجوز تصوير الأنبياء والرسل ولا كبار الصحابة، وده اللي اصدر المجمع فتوى به منذ عدة سنوات، وده اللي احنا ماشيين عليه، لأن تصوير النبي بينقله من الكمال المطلق. طب ما أنا هرجع لك برضه دكتور عبد المعطي إلى فيلم ألم سيد مسيح الذي عرض، يعني لم يعرض على الأزهر. هي المسألة هي العرض على الأزهر ولا المسألة يعني إحنا يعني لم يشكو، مش في ازدواجية في المعيار هنا؟ ما فيش ازدواجية. هي المسألة العرض على الأزهر ولا المبدأ؟ لا لم يعرض، لأنه هو مبدأ، لكن ما سمعناه أخبار متناقضة، بعضهم يقرر أن الفيلم كان جيدا وبعضهم يقرر أن الفيلم كان فيه، وإحنا لا نتعقب هذا. وإذا كان عرض علينا كنا أبدينا فيه الرأي، لكنه لم يعرض. أنا هرجع لحضرتك سيدكم، تفضل، عايز أسمع وجهة نظر حضرتك. بالنسبة للأفلام اللي بتصور سيد المسيح وبتصور الأنبياء والتلاميذ الحواريين، عندنا في المسيحية لا نمانع من ظهور هذه الشخصيات، ده مش معناه ان احنا بنقلل من قيمتها اطلاقا، احنا نجل لها تماما، ولكن العلاقة بيننا وبين ربنا في المسيحية علاقة أب بأولاده، يعني لما بنيجي نصلي بنقول ربنا أبانا الذي في السماوات، فنشعر أن الله قريب جدا منا والله في داخلنا، والعلاقة علاقة محبة، بنقول الله محبة، فدي ما تنقصش أبدا من قدر الله ولا قدر القديسين. خاصة عشان كده بنقول لابد من أن العمل اللي يقدم يكون عمل جيد جدا ورائع جدا ولا تشوبه أي شيء. إذن حضرتك من حيث المبدأ لا اعتراض لديك أو لدى الكنيسة المصرية على مثل هذا الأمر؟ لا اعتراض، لكن الاعتراض على ما ينتج. نعم. لابد أن الشيء اللي ينتج يكون جيد جدا. جيد بأي معيار؟ الصدق. أنا ما يهمنيش زي ما الإخوة الفنانين بيهتموا درجة الإبداع، سواء في الديكور في الإضاءة في دي مواضيع يهتم بها أهل الفن، لكن الصدق في نقل التعاليم ده اللي يهمني. عشان كده لما الدكتور كان بيتكلم وبيقول إن الأزهر بيراجع الكتب أو الأفلام الإسلامية لأن رسالة الأزهر تقتضي كده، أنا بضم صوتي لصوت الدكتور وبقول أيضا بنفس الطريقة دي رسالة الكنيسة، إن ما ينشر من كتب من أفلام عن المسيحية أو عن السيد المسيح يجب أن يكون صحيحا ويكون له هدف، خاصة نحن نحيا في الشرق، الشرق شيء والغرب شيء. طيب إذن واضح طبعا أن هناك اتفاق بين الدكتور عبد المعطي وسيادة القمص مرقص. يعني أنا عايز استمع إلى رأي الأستاذ جمال أسعد، وأنا أعلم أنه له رأي في هذا الموضوع، بس لو تسمح لي حضرتك أستاذ جمال، تسمح الدكتور عبد المعطي، تسمح لسيادتك، تسمح للسادة المشاهدين، حان الآن موعد الاستراحة، بعد الاستراحة نواصل هذا النقاش، تابعونا. نواصل النقاش حول تصوير فيلم السيد المسيح، فيلم عن السيد المسيح،
والآراء المختلفة سواء من الأزهر أو من الكنيسة حول هذا الموضوع. قبل الاستراحة يعني استمعنا إلى رأي الدكتور عماطي واستمعنا إلى رأي السيد القمص مرقص عزيز، ولكن نريد الاستماع إلى رأي الأستاذ جمال أسعد. تفضل أستاذ جمال. مبدئيا هناك ثوابت المجتمع يحدثها القانون والدستور، وأي قياس في الخروج عن هذه الثوابت، الثوابت طبعا هي ثوابت دينية وعقيدية واجتماعية وثقافية إلى آخره، هذه الثوابت محددة بالقانون والدستور ولا يوجد فوق القانون والدستور، لأن الكل ملتزم بهذا. الجزئية الثانية أن إشراف الأزهر اللي اتكلم عنه سيادة الدكتور عبد المعطي هو تفسير في اجتهاد للقانون، يعني ما يقول أن الأزهر مسؤول عن الشؤون الدينية والإسلامية، طبعا الأزهر مسؤول عن الشؤون الدينية والإسلامية، ولكن مسؤوليته لا تنسحب إلى أن يكون رقيبا على الإبداع الفني. وهنا عايزين نحدد الإبداع الفني شيء والرقاب عليه شيء آخر، وعملية الدعوة والنصح شيء ثالث. المؤسسات الدينية دورها مسؤول عن الشؤون الدينية إسلامية أو مسيحية، مسؤول عن النصح، مسؤول عن الإرشاد، مسؤول عن الرد. يعني الإبداع عندما يحدث ممكن أن يكون هناك تجاوزات من ناحية الإبداعية، أي مؤسسة من المؤسسات أو أي حتى مواطن من المواطنين يريد أن يدلي بدلوة في هذا يرد ويناقش ويقول، ولكن الإبداع في الأساس هنا مثلا قضية التصوير. الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية ككنائس تقليدية تجيز التصوير لأنها نتعامل مع الصور والأيقونات. الكنيسة الإنجيلية لا تؤمن بالتصوير والصور مثلا، يعني الأزهر لا يؤمن بالتصوير رغم الكنيسة الإنجيلية رغم عدم إيمانها بالصور إنما تتعامل مع الأفلام. الجزئية الثانية برضو بصراحة شديدة، إذا الفيلم أعد وأنتج فهو فيلم عن حياة السيد المسيح من وجهة نظر مسيحي، يبقى هنا فيها ما يؤمن به المسيحيون وما يعتقده المسيحيون، لأن لو إحنا فتحنا الاجتهاد كلام حسب كلام الدكتور، إذا كان هو بيمنع فكرة تصوير الأنبياء هو بيعترض على فكرة الصلب عقيدية، هل معنى كهذا أنه يعترض مع العلم؟ ان انا في طفولتي حضرت في اواخر الخمسينات فيلم حياة وآلام السيد المسيح، وكان مدبلجا وكان حتى واخد احمد علام دور السيد المسيح وسامح ايوب دور العذراء في الدبلاج. حضرنا اكثر من فيلم، على فكرة اكثر من 20 فيلم تم انتاجها عن حياة وآلام السيد المسيح. وبالتالي هي القضية عندما ينتج فيلم مصري فالازهر يعترض، وعندما عرض ميل جيبسون آلام المسيح لم يعترض، يعني دي جزئية. الجزئية الثانية بقى ان برضو جناب القس مرقص برضو دخل في اطار الوصاية والرقاب على الاعمال الفنية واتحد واتلف مع بين الازهر والكنيسة طبعا. كويس. طبعا يعني ده وضع طبيعي، يعني احنا طبعا على فكرة الازهر والكنيسة مؤسساتان مصريتان وطنيتان، المصريون جميعا يعتزوا بهم وبيدورهم الديني والوطني. انما انا بتكلم بقى في اطار بقى ان لان اصلا الدكتور بيقول ايه، ان اذا قدم كتاب او عمل ادبي فيفوض احد العلماء ويناقشه، اي وجهة نظر شخصية واجهاد شخصي يطرحه على المجمع ثم يأخذ رأي المجمع، ولكن هو بالتأكيد بداية حاضر يا دكتور هو بالتأكيد بداية اجتهاد. ومن هنا أنا حتى بعترض، يعني مثلا الأخ فايز غالي قال لك أنا قبطي أرثوذكسي وسأنتج سأكتب الفيلم من زاوية العقيدة القبطية الأرثوذكسية، طب يعني هيعترضوا كاثوليك هيعترضوا بروتستانت، ويعني من زاوية العقيدة. لا هو كان امبارح بيتكلم معانا وكان بيتكلم بيقول ان انا مرجعيتي الوحيدة في هذا المجال هي الكنيسة الأرثوذكسية. ماشي، حاضر. اولا هو دخل فيه، على فكرة فايز غالي هو اللي هيعمل اشكالية للفيلم قبل ان يبدأ، يعني هو بدأ يقول لك اصلي وافق البابا، القداسة البابا النهاردة على فكرة في تصريح انه لم يوافق ولم يعرض عليه الفيلم حتى هذه اللحظة. ابونا قمص مرقص مصر في تصريحاته الصحفية بتشدد انه لن يخرج الفيلم الا اذا وافق عليه قداسة البابا. يعني ما علاقة قداسة البابا والكنيسة والأزهر بعمل إبداعي فني؟ هل عندما يكتب أحد قصة حياته ألم السيد المسيح ألم يكن يعلم أنه سيعود سيرجع إلى المراجع والأناجيل؟ بيكلم على الوقائع، على صحة هذه الوقائع. هو أما أنا برضو بقول هل عندما يتصدى كاتب لحياة السيد المسيح ألا يعلم مصادره؟
الا يعمل وقائع. على فكره قصه حياته ولمسه المسيح دي اي حد عارفها ومن الاناجيل المعروفه ولا تحتاج الى اشتهاد كثير يعني. ولكن هناك حتى في الافلام الذي تم انتاجها هناك خلافات على فكره عقديه مسيحيه يعني بين الكاثوليك والارثوذكس طبيعه طبيعتين، حتى بين اليهود فيلم بيل جيبسون بالمناسبه اسقطوا في الترجمه حته دموا علينا وعلى اولادنا. اذا القضيه هنا العمل الابداعي عمل مفتوح، الجماهير لها الحق الوحيد، والمؤسسات عندما ترى ان هناك خطا عقيدي معين ترد. دور المؤسسات الدينيه انها ترد، بس مش دور المؤسسات الدينيه نفتش وانها تمنع وانها تدي التصريح. القانون فقط الذي يعطي. واضح. دكتور عبد المعطي ثم سياده القدس اتفضل. كلام الاستاذ جمال الحقيقه هو عاوز تعليق في كذا نقطه. عن اولا عن التجاوزات والابداع. يعني انا افهم ان الابداع شيء جميل في جمال الدين، فاذا كان هناك تجاوز هيبقى ليس هذا ابداعا، فلما الدفاع عنه؟ دي من وجهه نظر. يعني احنا يعني عندما يكون لك وجهه نظر ان هو متجاوز، الابداع انما المبدع لا يتصور ان هو متجاوز ويبدع عن نفسه. الابداع قيمه جماليه عندما هناك وجهه نظر يا دكتور. لا ما انا حتى الابداع في وجهه نظر. لو سمحت لي يا استاذ جمال بيه، الابداع قيمه جماليه والدين مصدر للقيم الجمال كلها، فانا لا افهم ان ابداعا يصادر على الدين او يخالف الدين. فعندما يحدث تجاوز لا انتظر واحد يقول لي انه في ابداع، لانه ما فيش ابداع. خليني اسال سؤال بشكل تاني، هو يخالف الدين ولا يخالف فهم معين لهذا الدين؟ لا، اصل هناك احنا بندخل في الان احنا الان في تفسير معين لهذا الدين. احنا في دايره ضيقه جدا. هو شخصيه المسيح وهو عماد في العقيده الاسلاميه وعماد في العقيده المسيحيه. احنا الان مش اجتهاد. انت خلافك جذري يا دكتور ان لا يصور المسيح. انا عادة نحدد الخلاف يعني. اصل انت معنى كده انك انت رابط الفيلم من الاساس. عنده تعقيب اتفضل يا استاذ جمال اتفضل. انا لسه خلاص كلامي بس. لا بس نسمع تعقيب حضرتك اذا كان عندك تعقيب على النقطه دي قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه. اتفضل. ارجو في البدايه ان اللي يتكلم محدش يعطل. ايوه بس لان احنا كده احنا ملتزمين بها. اتفضل يا دكتور عبد المعطي. فاحنا دلوقتي احنا مش ده اجتهاد، انا هعلق على مساله وجهه نظر شخصيه واجتهاد. الأعمال التي تعرض على الأزهر لا تخضع لوجهة نظر شخصية، وآلية عمل المجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ليس شخصية، ده بيقراه واحد عالم من علماء الكبار مؤهل، فإذا ما رأى أن هذا الكتاب أو هذا الفيلم أو هذا العمل الإبداعي يتضمن تجاوزا فبيعرض على جلسة المجمع كبار علماء الأزهر 30 واحد، و30 واحد منتخبين انتخابا سريا يعني كلهم بلغوا من وبيعرض هو انت شفت فيه ايه، ويتم الامر بالتداول وقد نغيب في التداول فيه ساعتين، وبعد ذلك يعرض او يعهد بالكتاب او بالعمل الى واحد من كبار هؤلاء العلماء، واحد مننا يقراه بحيث انه يكتب التقرير ويشوف التقرير دوكها صحيح ولا غير صحيح. هل في خلال المناقشات بتكونوا كلكم متفقين على كل التفاصيل ولا بيكون في ليس بلازم ليس بلازم ولكن في هذه الحاله الشخص الذي سيعرض عليه العمل بشكل نهائي سيكون هو صاحب وجهه النظر النهائيه فيه؟ لا مش تبقى لرؤيته هو. لا ده هو بيكتب تقرير تفصيلي. انا مره كتبت على كتاب ابي ادم مثلا 33 صفحه في الاسكاف، وكتاب الفتنه والتخاصم كتبت على حوالي 50 صفحه تقرير، وتقرير يوزع ويقرأ بأناه من واقع الصفحات ومن واقع النصوص حتى يأخذ المجمع قرارا، لا من وجهة نظر شخصية وإنما من وجهة نظر جماعية. خلينا قبل ما تكمل النقطة الثانية خلينا نستمع إلى وجهة نظر الكاتب الكبير الأستاذ أسامة أنور عكاشة. طب ما أنا عايز أكمل. هنسمع بس وجهة نظر في النقطة دي. اتفضل أستاذ أسامة. مساء الخير جميعا. اهلا مساء الخير يا استاذ اسامه. ازيك؟ وبحيي الاخوه والساده الحاضرين معاك جمال. اهلا بيك. والحقيقه انا مندهش سمعت دلوقتي الكلام اللي قاله الدكتور عبد المعطي بيومي. انا مندهش معلومات انا بتقول ان مجلس البحوث الاسلاميه كل سلطته مقيده بان هو مراجعه المصاحف والمسائل دي. ما عرفتش انه له سلطه رقابيه او سلطه قراءه على اي فرع من فروع الادب او الفن. هو اصلا ما يجبش العرض اصلا، لان المسائل حريه الكاتب وحريه المبدع دي مساله منفصله تماما عن مراقبه
الأصول الدينية أو حتى لو فيلم بيتناول يعني السيد المسيح يا أستاذ أسامة. سيدي العزيز، يعني السيد المسيح أنا أعتقد الفيلم اللي كتبه الأستاذ فايز غالي وافقت عليه الكنيسة بالفعل، وهم أهل الأمر. أنا معايا وإن كان من الأصل، هل وافقتوا؟ أنا أرفض ولا أميل لعرض الأعمال الفكرية أو الأدبية على أي مرجعية أخرى غير النقاد، النقاد اللي يحكموا على العمل الفني أو الأدبي. بأي المسألة الدينية خاصة بالدين وبنصوص الدين. بأي معيار؟ بأي معيار بيسأل الدكتور عبد المعطي؟ ديني. بأي معيار يا أستاذ؟ من تاريخ ديني أو من بتعالج موضوعات تتصل بحياة الناس ولها صلة بالدين، ما كل الحياة متصلة بالدين بشكل أو بآخر. مش هيجي كل واحد يكتب في موضوع يقولوا له خد الأول رأي الأزهر، خد رأي الكنيسة، مش ممكن. طيب. احنا مش في العصور الوسطى هنا. طيب لو تسمح لي أستاذ أسامة تفضل. ستكم أحب أول حاجة، احنا كنا مرينا الفترة اللي فاتت بأزمة فيلم من الأفلام كان أساء للكنيسة إساءات بالغة جدا، والموضوع ده تطور للجوء للقضاء، وكان في ندوات فنية ووسائل الإعلام والفضائيات اتكلمت كتير، وكان من ضمن الندوات ان الفنانين احتجوا وقالوا الإبداع، وقالوا ان ده عمل درامي وفي الدراما ما حدش يدخل. لما يبقى فيلم ديني بحت يبقى كنيسة تتكلم او الأزهر يتكلم. لما جينا الفيلم ديني بحت رجعنا للإبداع. نحن لسنا ضد الإبداع، احنا ككنيسة بننتج افلام وعايزين الفنان ينطلق، عايزين كل الطاقات تنطلق والابداع يكون موجود، لكن هو الابداع ما ينفعش الا اني اجرح. يعني اللي بيعمل فيلم في تجريح ست القمص، اللي بيعمل فيلم عن الطب على الاقل بيسأل الدكاترة في النواحي العلمية. لو في فيلم بيتكلم عن الاجرام والقانون بيسأل محامين او قضاة. لما يجي فيلم يتكلم عن حياة السيد المسيح، واعتقد ان ده فيلم متخصص جدا جدا، فيلم ديني بحت، ايه اللي يسيء الناس ان الفيلم يعرض على الكنيسة؟ الكنيسة ليست جهة رقابية، والكنيسة مش ما بتحبش انها تفرض نفسها على شيء، ولكن التجارب اللي فاتت لقينا ان الافلام والانتاج الفني جرح كتير في الكنيسة وجرح كتير في استمع راي الاستاذ اسامه. اتفضل استاذ اسامه. جمال لا مؤاخذه، اتفضل. انا عايز اتدخل بسؤال هنا. اتفضل يا فندم. عايز اتدخل بسؤال، هل الفاتيكان بيعرض عليه الافلام اللي بتنتج عن السيد المسيح؟ هو احنا في الفاتيكان؟ لا انا بتكلم. طب يا استاذ اسامه، ما هو الابداع؟ طب انا بتكلم يعني أنا مش الفاتيكان ده مرجعيه دينيه؟ اتفضل. الفاتيكان ليس مرجعيه دينيه؟ انا سؤال بقول حاجه بعد الدكتور. لحظه استاذ جمال اتفضل. يا سيدي الشرق شرق والغرب غرب، انا ما اقدرش اقول ان الشرق الغرب مسيحي. بعد اذنك يا استاذ اسامه، ما اقدرش اقول ان الغرب مسيحي، ده احنا هنا في الشرق بنتهم بتصرفات الغرب الغير مقبوله لينا، يعني في اباحيه. هل معنى كده ان الفاتيكان موافق عن ان واحد واحده يعيشوا في بيت واحد؟ انا سالت احد مصادر الديانه المسيحيه انه انتم القانون اللي بيجري الان ولا يسال الفاتيكان ولا يسال اي شيء، هل الشذوذ وهل زواج المثلي توافقون عليه؟ فقال لا. فقال اذا سن قانون. بس ايه علاقه ده بده يا دكتور عبد المعطي؟ بتكلمني في حاجه ثانيه. مستبعد عن الحياه العمليه والفنيه. لو سمحت لي انا عايز اسال الاستاذ عكاشه قبل ما يمشي. اسمع بس راي الاستاذ جمال. بس اتفضل استاذ جمال. بس انا عايز اسال سؤال للاستاذ عكاشه. ما هو الابداع استاذ جمال؟ ما معيار الابداع استاذ جمال؟ اسعد اتفضل. اولا هو حتى الكلام اللي بيقوله الاستاذ اسامه انور عكاشه ان الفاتيكان مرجعيه دينيه طبعا للكاثوليك على مستوى العالم، ولكن هناك فصل بين عمليه الابداع وبين الرقابه الكنسيه والدوله. لو سمحت الدين والدوله. لا يعني اصل الدين والدوله احنا برضه كمسيحيين اعطى ما لقيس لقيصر ما لله الا لله، يعني برضه احنا والا يبقى احنا بنكيل ب 100 مكيال بقى. يعني مثلا ما يجيش مثلا جناب القمص ويدعو للعلمانيه في اشياء كثيره وهذا حقه، لما تدعو للعلمانيه التي ترتبط بالليبراليه وبالحريه ما تجيش في جزئيه ثانيه تقول لي لا انا اصلا تعالى اعرض عليا. لان هنا لو سمحت يا دكتور، لو سمحت يا دكتور حاضر لو سمحت. اولا
يعني انت قلت الدكتور استاذ اسامه قال الذي يحكم النقاد، انت قلت بقى معيار يحكم النقاد على العمل الفني بالمعيار الفني، لان ليس بالضروره حضرتك وحضرتك واي مرجعيه دينيه لو سمحت اي مرجعيه دينيه متخصصه في الابداع الفني وفي قواعد النقد الموضوعي العلمي عشان تقيم عمل. يعني حتى اكمل دي اكمل دي اكمل دي عشان نسمع عشان الوقت. اتفضل يا استاذ اسامه. يا استاذ جمال فضل. بالاضافه للكلام المهم اللي انت قلته انا عايز اتساءل في حاجه. جمال انا ولا جمال لا استاذ جمال اسعد. حياه المسيح او تاريخ حياه المسيح هل ده شأن ديني فقط ولا ده تاريخ واجتماع وعقيدة؟ ده موضوع كبير قوي واسع قوي، ما يبقاش ايه ده موضوع خاص بالكنيسة بتاعها ما حدش يتكلم فيها لما ياخد رأيها. لا، المسيح ملك للبشر جميعا ومن حقهم، هو من حقهم زي ما هو حق الكنيسة. وبعدين الطب والهندسة حاجات دي علوم متغيرة، انما التاريخ ماله؟ التاريخ هو معمل التجربة البشرية والخبرة الإنسانية، لما تعرض له ما بقاش محتاج إذن من حد، لأن أنا ابن هذه التجربة الإنسانية والبشرية. إذن أستاذ أسامة حضرتك ترى أنه لا يجب أن تعرض مثل هذه الأعمال سواء على الأزهر أو على الكنيسة. مش تخصصهم. مش تخصصهم. لو سمحت لي بقى أرد. إذا كان مش تخصص الأزهر والكنيسة، أمال تخصص مين؟ مين اللي ممكن يفتي في النواحي الدينية دي إلا الناس اللي هي دي حياتها؟ يا سيدي ليست نواحي دينية. مين اللي قال إنها نواحي دينية؟ هو أنا لما أكتب تاريخ يبقى ده نواحي ليس دينية. تاريخا، ليس تاريخا فقط. الله، ليس تاريخا فقط يا أستاذ عكاش. التاريخ بيضم كل شيء. ليس تاريخا فقط، وأنت بتعزل التاريخ عن الدين. التاريخ فيه الأديان، أنت فيه الأساطير، وفيه الميثولوجي الإنساني كله. خلاص ما تعملش فيلم، لأن الفيلم عمل فني والتاريخ عمل تجارب الأمم. يعني إذا كان هذا عمل تاريخ يبقى اسرد الوقائع في كتاب، ما تعملوش فيلم. أي فيلم؟ ما عملوش فيلم ليه؟ لكن لما ينعمل فيلم يعني معناها تاريخ، معناها أنه خرج من التاريخ. إذا اعتبرناه تاريخ فتاريخ السيد المسيح مدون في الكتاب المقدس، اعرض الكتاب المقدس، فيجب ألا يتعارض مع الكتاب المقدس. وضع طبيعي لو سمحت. طيب لو سمحت اتفضل أستاذ جمال. لو سمحت لو سمحت، حياة السيد المسيح جاءت في الكتاب المقدس ومتكاملة في الأربع أناجيل، هو المصدر الرئيسي، وأي واحد يدرك كل ما في حياة المسيح من أربع أناجيل. طيب خلاص، هل لا يوجد هذا المؤلف أو كاتب السيناريو أو حتى المواطن المسيحي الذي يعلم مسيحيته ويعلم إنجيله ويستطيع أن يحكم عن هذا العمل إذا كان يتناقض مع ما جاء بالإنجيل أم لا؟ يعني لماذا تخصيص الكنيسة تحديدا؟ يعني هل انا لا اخاف على مسيحيتي او على صوره المسيح زي ابونا؟ ما نفس الحكايه، لماذا ابونا والكنيسه بالتحديد؟ انا ساعه بنطلع الفيلم وفي كلام يخالف عقيدة التي اعنيها واؤمن بها هتصدى وتقول غلط. انا عايز اسمع تعقيب اخير من الاستاذ اسامه عشان الوقت. الكلام اللي بسمعه دلوقتي ده كلام غير مقبول. خير انا ما استناش لما يحصل. غير مقبول ازاي؟ بعد اذنك. يعني غير مقبول ان انا ان انا ليا اجتهاد في فيديو. لا لا اوضح كلامي، انتظرني ما تقاطعنيش. انا انتظرت لما خلصت. انا ما استناش لغايه لما ينزل فيلم والفيلم يكون فيه اساءات واقول بعد كده نصحح الاساءه باساءه. لا ده انت زي ما حصل. انت تمنع بقى، ده انت هتمنعه. لا يا حبيبي، انا حتى ابونا قال بعد اذنك لن يخرج الفيلم. لا تفسر، لا تفسر كلامي خطا. لا. انا بقول لا لا. بقول ان الفيلم يطلع وانت بعد اذنك. هو محضر بقى. طب نسمع راي الست قمص بس. اتفضل يا فندم. مش من اداب الحديث المقطع. اتفضل اتفضل. لو تكرمت اتفضل. بلاش باداب. بعد اذنك. بعد اذنك. بعد اذنك. انا مؤدب. بعد اذنك استاذ جمال. استاذ جمال لو تكرمت سيبني اتكلم. ما تقولش اداب. سيبني اتكلم. استاذ جمال ما تقاطعنيش. استاذ جمال لو سمحت. انت اللي ترد يا استاذ جمال. لو سمحت انا عايز اسمع راي. يقول اداب يبقى انا مش مؤدب. لا لا ما حدش قال كده. لا يبقى انت اللي ترد يا رد انا. ما حدش قال كده خلاص. ليه اداب اداب. اتفضل يا استاذ. النهارده لما يكون في فيلم عن حياه السيد المسيح وحياة السيد المسيح مودعة في الأناجيل والأناجيل ملك الناس كل كلها الناس ملك الناس كلها. طب خليه يكمل بس. خليه يكمل. خليه يكمل وبعدين عقب. اتفضل سيد قمص. هل كل فرد على درجة في فهم الطب زي أساتذة كلية الطب؟ الله. هل كل فرد أستاذ يفهم في القانون زي أساتذة القانون؟ احنا ما بنقولش إن الكنيسة هي الجهة اللي فاهمة وبس، لكن نقول انها جهة متخصصة في دراسة الكتاب المقدس،
يؤخذ رأيها يسترشده، يمكن في جزء المؤلف فهمه بطريقة خاطئة، لكن ما ننتظرش ينزل الفيلم وبعد ما ينزل الفيلم يحصل تصادم، وخاصة احنا في ظروف حساسة جدا والبلد مش ناقصة. طيب اتفضل 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 استاذ اسامة، تعقيب اخير عشان الوقت لو سمحت. انا اسف جدا، مع احترامي الشديد ده اسلوب تهديد، ان يعني ما كانش الكنيسة توافق في خطر الناس تعمل ثورة في الشارع. الكلام ده انا مش فاهمه الحقيقة، وحنخضع كل شيء لهذا المنطق، يبقى علينا ان احنا نتحكم مباشرة من الكنيسة ومن الازهر وبلاش دولة. ما الابداعيون هم الذين يؤدون الى هذه الى هذه المساله. طيب استاذ اسامه، استاذ اسامه اتفضل. استاذ جمال بسرعه عشان الوقت، وبعدين حضرتك الدكتور عبد المعطي. اولا يعني كون الكنيسه طبعا لها المرجعيه الدينيه لا احد يختلف في هذا، ولكن هذه المرجعيه يمكن للمؤلف، يمكن لكاتب السيناريو ان يتاكد من معلوماته بشكل شخصي وليس رسمي. ممكن يروح لواحد زي ابونا ويسال ابونا ايه رايك في هذا السيناريو، ولكن انا بتحفظ على ان يكون هناك جانب رسمي زي ما بيقول ابونا، يا اما تعرض على الكنيسه يا اما لا، ولو طلع بعيد عن الكنيسه هتخرب الدنيا. هذا كلام ضد القانون وضد المنطق، ده فرض رقابه في غير موضعها. طيب وفرض طيب على الابداع. لو سمحت لي لو سمحت لي معلش طيب. اولا انا بس بعلق على كلام الاستاذ عكاشه في انه التاريخ ملك للجميع. طب اذا كنت انت هتعمل تاريخ اسرد الوقائع، لكن عمل فيلم معناها ان انت ستتدخل بما يسمى الابداع في التاريخ، وعندئذ الابداع سيتناول جوانب دينية. الجوانب الدينية ثقافتك الدينية مش زي ثقافتي الدينية، كما ان ثقافتي مش زي ثقافتك، فلا بد ان تكون هناك جهة حارسة تملك معيارا مأمونا لضمان ما يقدم للناس انه عمل سليم. لكن انا اسيب العقيدة بتاعتي يبقى تخضع للعبث باسم الابداع، والابداع كما قلنا هو ليه عبث ليه يا دكتور؟ لا 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 اسمح لي، لا تعقيبك الاخير يا استاذ اسامه، لا اسمح لي والله، عشان احنا يا استاذ جمال بس لحظه دكتور واحده، الابداع معيار غير منضبط في الفن، ده ابداع قيمه جماليه. استاذ اسامه، استاذ اسامه، دكتور عبد المعطي بيقول ان الابداع معيار غير منضبط، وبالتالي مفيش حد ادنى وحد اقصى ليه. اتفضل تعقيبك. الابداع حتى الابداع له قوانينه يا استاذ جمال. اي قوانين يا استاذ عكاشه؟ اللي بيحددوا القوانين دي ما تراه جميلا قد لا يراه غيره جميلا، انه بيعبث بالتاريخ. يعني ايه فن بيعبث بالتاريخ؟ هو اعاده صياغه التاريخ من خلال دراما او من خلال فن. صياغه الوقائع ولا صياغه الاسلوب؟ انت تعيد صياغه الوقائع، فانت بتتحدث عن عقائد. لا ما تتكلم، بيقول ان الوقائع ما حدش بيمسها. الوقائع الدينيه ازاي دي ثوابت دينيه يا دكتور؟ في فرق بين الثوابت والوقائع. لا نقاش فيها. لا في فرق بين الثوابت والوقائع. لا لحظه ادعي ان احنا نكتب تاريخ جديد، احنا بنثبت وقائع التاريخ، انما الدراما او الفن بيدور في رحابها. انت تركز على وقائع بعينها في منظور معين وتخلعها من سياقها. مين اللي قال الابداع؟ على فكره ده بعيد عن فيلم السيد المسيح. السيد المسيح ده محدد وما فيهوش اجتهاد للعلم. للعلم يعني دكتور عبد المعطي كما قال طبعا الانجيل طبعا. علشان نسمع بعض يا اخوانا، عشان نسمع بعض اللي هتناوله بركز عليه. معلش قول تاني يا استاذ اسامه عشان يعني ما سمعناش، عيد تاني لو سمحت. القضيه التاريخيه لها عده جوانب، حسب بختار الجانب اللي هتكلم فيه واركز عليه. مفيش حد بيتكلم عن شخصيه من كل جوانبها. استاذ اسامه، اذا كان عندك تعقيب اخير، وهنا اذا كان عندك تعقيب اخير، اخير اتركوا العقول، اتركوا العقول تبدع. نحن لا نحجر على العقول يا استاذ عكاشه. شكرا استاذ اسامه انور عكاشه الكاتب الكبير، شكرا جزيلا لك. انا قدامي 3 دقائق على الاستراحه وانتهاء هذا الفقر. نحن لا نحجر على العقول. تعقيب اخير في دقيقه واحده. نحن لا نحجر على العقول، نحن نضمن ان يسير الابداع حرا كاملا، لكن في حدود الثوابت الدينيه. اما مراجعه العمل للتاكد من سلامة الثوابت الدينية التي تعرض فهذا ليس حجرا، وإنما أما إرادة الانفلات من هذه الثوابت لتقديم أشياء. ليه تفترض يا دكتور أن في إرادة للانفلات من هذه الثوابت؟ لأن التعليم في يعني العالم، كما لو كنت بتحط أن الفنانين بالضرورة يا سيدي، لأن التعليم في الشرق كله لم يقدم ثوابت الدينية سواء المسيحية أو الإسلامية،
للكتاب والمؤرخين والسياسيين، فمن ثم دعت الحاجة إلى التأكد من العمل. عندما يكون العمل جميلا ومبدعا ولا يتعرض للثوابت الدينية فلا يجد ممانعة من أحد. طيب سيادة القمص تفضل. احنا لينا تجارب قبل كده اتصدمنا فيها مع الإبداع. كان فيلم بحب السيبة جاب نصوص من الكتاب المقدس وعرضها بطريقته، نصوص من الكتاب المقدس، ولما تناقش الفيلم قالوا دي وجهة نظر الكاتب. تفاديا لوجهة نظر الكاتب دي احنا بنتكلم عن حياة السيد المسيح، نصوص الكتاب المقدس هي اللي تدون. لو نضمن انها بتدون كما هي ما نخدش رأي الكنيسة. احنا الكنيسة كل اللي عايزاه نضمن ان الفيلم زي الكتاب المقدس. ليس لنا هدف اطلاقا، ما احناش فاضيين للحاجات دي، ولكن لان شفنا تجارب قبل كده اساءت للمسيحية واساءت للسيد المسيح بنقول نشوف النصوص تتفق مع الكتاب المقدس ولا غير كده مش عايزها. اتفضل استاذ جمال. اولا انا اتفق في الجزئيه الاخيره مع الحمد لله. هو ده كلام ده كله حاضر لانه ده اصل حدث المسيح مرتبطه بالنص الانجيلي اللي انا نقلت هذا. واذا كان الكاتب السيناريو هياخد راي الكنيسه ياخد راي الكنيسه، ولكن انا اللي بعترض عليه ان يكون هذا يعني مبدا ومنهجا لاي عمل ابداع. طب انت ما تعترضش لو سمحت اي طبعا ما المانع ان يكون لو في اي خطا عقيدي انا شخصيا كمواطن مسيحي اعترض. طب ما احنا ده اللي بنعمله عمليه ابداعيه. هنا بقى فيلم بحب السيما لابونا عشان نسمع استاذ جمال اتفضل. فيلم بحب السيما لابونا ضرب به بامثله وقاد المظاهره ضده بكل ما اوتي من قوه. طبعا حقه. ومع هذا ما جاء في يخص العقيدة هو من منطلق عقيدي يخص البروتستانت ويوافق عليه البروتستانت، لأن المخرج والمؤلف بروتستانت ولا يخص العقيدة الأرثوذكسية. فهل أبونا يقصد أن كل ما يخرج فيه كلمة مسيحي يبقى لابد أن يكون أرثوذكسيا ولا كل منهم له اجتهاد وجهة نظره؟ سؤال أستاذ جمال هيطلعنا الموضوع تاني. معلش البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس بيجي له راجل الدين، لكن ما شفناش ابدا ان رجل الدين ينضرب بالحذاء في الفيلم ونقول ده بروتستانت. ما عندهمش بروتستانت. لا 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 عندهم. ما عندهمش رجل عندهم دين. لا 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 ده الفرق بينه وبين ان ما عندهمش رجل دين. عندهم رجل دين. ما عندهمش رجل دين. ما عندهمش كهنوت لكن عندهم رجل دين. الثوره التصحيحيه ضد الكنيسه الكاثوليكيه انه اسقط رجل الدين. ادينا اختلفنا حتى واحنا قاعدين. عندهم في عند الكاثوليك وعند البروتستانت. احنا الكاثوليك فقط. انا ما اعرفش. البروتستانت ما عندوش كهنوت. الكاثوليك والارثوذكس عندهم كهنوت. اخواننا البروتستانت عندهم رجال دين بيلبسوا افنديه لكن اسمه القس فلان، رئيس الطائفه القس صفوة البياضي. مش رجل دين بالمعنى كان رجل دين يعني رجل اعمال زي الازهريين. انا ما قلتش كهنوت. انا ما قلتش كهنوت. انا بقول رجل دين. رجل دين يعني ابن فطر ماشي. لما يعني مسؤول عن لما قال انه في الصيام لا يتم ممارسه الجنسيه. لا لا معلش لا لا بتكلم في الفن. لا لا معلش انا اصلي حتى دي في الكنيسه الارثوذكسيه. ده موضوع تاني. حتى دي في الكنيسه. انا بتكلم على الفيلم. حتى دي في الكنيسه الارثوذكسيه في وجهه نظر ان من ده المرجع المقدس من حق الرجل عندما يكون صائما يمارس الجنسيه. في ناس ثاني بيقول لا داخل الكنيسه بتاعتها. انا مش عايز اخش في النقطه دي لسبب بسيط. انا على استعداد اناقش جنابك فيما يخص العقيده في 100 حلقه. وليس هذا الموضوع. لان جنابك ليس ليك منهجك وليك اسلوبك. ليس بلك وانا احترم كل الاساليب. اكمل كلامي ما تقطعنيش. ابن الكنيسه انا احترم كل المناهج لكن انا بتكلم في جزئية الفيلم. في الفيلم لقينا ما يتعارض مع الكتاب المقدس وقيل الكتاب المقدس. ان ده وجهة نظر المؤلف. لو تسمحوا لي عشان برضو نقدر نلحق ناخد رأي الناس. معانا تليفونات كتير جدا عايزين نستمع الى رأي الناس من معانا، والارجو ان المكالمات تكون او الاسئلة تكون سريعة. استاذ حمزة اتفضل. مساء النور يا فندم. والله هو يعني ما فيش طبعا قيد على حريه الابداع. وما فيش قيد. بس يعني انا اتفق مع السيد القمص والاستاذ عبد المعطي. ده وقايه قبل ما الحدث، وخصوصا احنا بنمر على مستوى العالم كله في مشكله في مستوى العالم كله. فدي وقايه. شكرا استاذ حمزه. شكرا استاذ حمزه. مين معايا؟ استاذ جيلان اتفضلي. مساء الخير جميعا. مساء النور يا فندم. أنا كنت عايزة أسأل حاجة بس. إزاي فيلم عايزين تعرضوه زي ده طالع عايزين تعرضوه على الكنيسة وعلى الأزهر في نفسه؟ ما في اختلاف أصلا
على موضوع الصلب، انه سيدنا المسيح اتصلب. نعم. ازاي فيلم زي ده هيتعرض اصلا على الازهر وعلى الكنيسه؟ هيتعرض ازاي؟ يعني انا مش فاهمه الموضوع. انا رايي زي راي استاذ انور عكاشه، ايوه، انه الفيلم بيتعرض وده ابداع وكل حاجه، وبس بيبقى فيه الاساسيات، ما دام هو على سيدنا المسيح يبقى خلاص، يبقى بياخدوا راي الكنيسه في الامور الاساسيه. بس أيوة. الازهر المفروض انه ملوش دعوه في الموضوع، انلاس هينزل موضوع تاني عن سيدنا المسيح بوجهه نظر الاسلام في الازهر. وعلى فكره انا مسلمه يعني. شكرا استاذ جيلان. يعني اعتقد ان حتى في يعني اختلاف بين الناس في المساله، في ناس بتشوف انها لازم يعني، بس في حاجه في مواضع اتفاق بيننا وبين الكنيسه، بين الازهر والكنيسه، في امور كثيره، بين المسيحيه والاسلام، فيما يتعلق بما تراه الكنيسه في السيد المسيح، احنا بنحترم راي اخواننا في الكنيسه، لانه احنا امرنا بترك كل الناس وما يدينون، هذه واحده. الامر الثاني فيما الجدل، انا اتفقت انا والدكتور جابر عصفور امين عام المجلس الاعلى للثقافه، ثم اي كتاب او اي روايه يعترض عليها الازهر اعمل عندك ندوة يحضرها الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام، وهات صاحب العمل والأستاذ اللي كتب التقرير في مجمع البحوث، ويعملوا مناقشة قدام الناس وشوفوا سبب منع التداول إيه. والدكتور جابر عصفور وافق، وأنا عرضت هذا الأمر على فضيلة الإمام الأكبر ومجمع البحوث، كلهم وافقوا، نحن مستعدون لكي نبين للناس أننا لا نفتش في الضمائر. وإذا تمت المناقشة واقتنعتم ممكن تعدلوا عن رأيكم؟ ممكن نعدل، ممكن نحول هذا الأمر إلى المجمع، وإذا استطاع صاحب العمل الإبداعي أنه يبين أن إحنا غلطانين، نحن جميعا علماء نعرف للحق قيمته، مش غلطانين، هو اختلاف وجهات نظر. على أي الأحوال أعتقد أن احنا بهذا يعني نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة. في نهاية هذا الجزء بشكر الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع الإسلامي وعميد مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق. شكرا جزيلا دكتور عبد المعطي، كما يعني سأشكر أستاذ جمال أسعد الكاتب السياسي معه، شكرا جزيلا أستاذ جمال. ونشكر شكرا جزيلا القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، شكرا جزيلا جناب القمص، شكرا جزيلا. بعد الاستراحة نبدأ في مناقشة الجزء الثاني على مؤتمر تدويل قضية الأقباط، تابعوا الجزء الثاني من هذه الحلقة لنبدأ مناقشة موضوعنا أو قسمنا الثاني من هذه الحلقة حول مسألة تدويل القضية القبطية، خاصة أن المهندس عدلي أبادير يوسف رئيس منظمة الأقباط المتحدون قال أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وافقت على مناقشة قضية ما يسميه اضطهاد الأقباط في مصر منتصف شهر آذار مارس الجاري. احنا بنرحب بالأستاذ هاني أبيب الذي انضم إلينا. شكرا استاذ هاني الكاتب والباحث المعروف. استاذ هاني انا عايز اسمع تعقيب حضرتك بدايه على هذا الموضوع، كيف ترى رفع القضيه الى الامم المتحده؟ طبعا يعني انا برفضها بهذا الشكل، لكن انا عايز اقف عند كلمه اضطهاد تحديدا. انا برفض الكلمه دي يعني كما وكيفا وموضوعا. انا موافق ان انت تطرح الموضوع لان في هموم للاقباط او في مشاكل للاقباط، لكن فكرة الاضطهاد وفكرة الإيحاء بشكل معين ده أنا برفض. دي مسألة التدويل، أو يمكن تفسيره لما يعني المشاكل اللي ممكن يتعرض لها بعض الإخوة المسيحيين، ممكن أن هذا شكل من أشكال الاضطهاد، وممكن ما يكونش اضطهاد منظم، ولكن ممكن يكون بشكل فردي، هي ممارسات أكتر منها يعني اضطهاد. هذا تفسيره. لو خدته بأدبيات الكنيسة والاضطهاد واللي حصل قبل كده في عصور الاضطهاد لا يقارن، وعلشان كده أنا بقول فكرة الهموم، لأن الاضطهاد في الأدبيات الكنسية يعني الاستشهاد، ويعني واحد بيموت لأنه مسيحي. طيب أنا يعني عشان برضو من باب الجدل، يعني في يعني من وجهة نظر البعض أو بالذات الأقباط ما يسمى بأقباط المهجر بيروا أن في بالفعل هناك حالات مشاكل، وأن تمام. هناك تعدي على المسيحيين المصريين، وبتصل أحيانا إلى حد القتل، مما يشكل شكل من أشكال الاضطهاد. تعالى نخش المدخل بتاع فكرة هما ليه بيطلعوا الكلام ده. فكرة التدويل أو فكرة رفع مشاكل الأقباط وهمومهم للأمم المتحدة، هما بيعتمدوا على حاجتين لازم نراعيهم في النقاش. رقم واحد الثقافة اللي هما متأثرين بيها من خلال الدول اللي هما عايشين فيها بقالهم 20-30 سنة، اللي هي فيها شكل من أشكال الديمقراطية بشكل معين، وتطور ديمقراطي وتعددية وهذا الشكل. نقطة تانية مهمة جدا، إن هما بينظروا للموضوع من الخارج تحت بند إن مصر
موقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات حريات دينية ومواثيق ومعاهدات دولية، وبالتالي ملزمة بتنفيذ كل اللي فيها. المدخل ده مدخل إيجابي كجانب حقوقي، ولكن الجانب السلبي بتاعه هو التضخيم، والجانب السلبي بتاعه هو اختراع القصص، والجانب السلبي بتاعه هو اختلاق بعض. انت ترى ان هناك اختراعا لقصص؟ اه طبعا، في اختلاق لبعض الحاجات اللي ما بتحصلش بالشكل هما بيقولوا عليه. الا يوجد من القصص ما يكفي انهم يقولوه عشان ما يبقاش في اختراع؟ يعني في بالفعل في ممارسات سلبيه. بص، احنا في عصر الميديا وعصر العولمه زي ما بيقولوا، ما فيش حاجه بتحصل في مصر ما بتتعرفش على مستوى العالم في لحظتها. وهدي لك مثل، بعض مثلا الاحداث والتوترات الطائفيه الاخيره زي مظاهرات اسكندريه، حاجات قبل ما نجيبها احنا هنا وقبل ما بنعرفها كانت موجوده على الانترنت وموجوده على فضائيات عربيه. اللي بقصده ان احنا نشوف كل حاجه في وضعها الحقيقي. اقباط المهجر، وانا بتكلم عن قله قليله مش الاجماع، محترفين تضخيم مشاكل احنا الان امام مرحله جديده، ان يعني الامم المتحده قبلت مناقشه القضيه. الامم المتحده بتبقى مناقشه اي قضيه في الدنيا. ما هو دلوقتي الارمن مثلا عاملين كتير من التدخلات في الكونجرس وفي الامم المتحده علشان يقولوا اللي احنا عليناه في الحرب العالميه الثانيه واللي احنا عليناه من تركيا. دلوقتي اي حد مفتوح ان هو يقول اي حاجه، لكن المشكله احنا بنوصل ورد فعلنا هنا ايه؟ لا، انا عايز اسال سؤال، انت تفرق بين قبول المناقشه وموضوعيه يعني الشكوى؟ اه طبعا، قبول المناقشه بيناقشوا اي حاجه، لكن موضوعيه المناقشه هي دي اللي تهمنا. خلينا نسمع جناب القمص، اتفضل. هو ما فيش شك ان اقباط المهجر مصريين، انا عشت وسطيهم سنين طويله في امريكا وسنين طويله في كندا، بيحبوا مصر جدا، مخلصين لبلدهم جدا جدا، مصريين. ان كان في بعض التجاوزات نتيجه ان المعلومات اللي بتوصل لهم بطريقه غير صحيحه، اذا كانت بتوصل بطريقه غير صحيحه، ودي برضه مسؤوليه الاعلام المصري هنا انه لازم يوضح الامور من غير تعتيم للناس كلها. وزي ما سمعنا دلوقتي ان العالم كله بقى قريه وكل الاخبار بتوصل. لكن انا ضد ان اقباط المهجر خونه، هم ناس بيتردد في الصحافه كتير كلام زي كده، هم ناس بيحبوا بلدهم، عايشين بعقليه معينه، يعني ممكن ينتقدوا رئيس الولايات المتحده. استاذ هاني كان بيتحدث عن يعني اختلاق وقائع. لو في اختلاق وقائع، دور الاعلام هنا انه يقول ده غلط. لو في وضوح في الرؤيه، ما مش محتاجين لاي حد يجيب لنا معلومات من بره. واعلامنا عندنا قنوات محليه وفضائيه، لازم نبقى صراحة عشان ما نديش. انا كنت وانا هناك كان اسرائيل بتذيع حاجات عن مصر، ونلجا للسفاره نقول لهم قولوا لنا الاخبار، قولوا لنا ما نعرفش. حضرتك شايف ان ما فيش وضوح في التغطيه الاعلاميه بشكل يعني فيما يتعلق بهذه القضيه تحديدا؟ في بعض الامور الخاصه بالاقباط بيبقى في نوع من التعتيم الاعلامي. انا هسال جنابك سؤال مباشر، هل حضرتك تعتقد ان الاقباط مضطهدون في مصر؟ كلمه اضطهاد مش زي ما الاخ هاني قال من شويه، مش زي زمان انهم لازم يتدبحوا، لا. هو لو العمليه عمليه تدبيح بس، كان زمان الشيطان بيدبح الناس وبعدين اكتشف ان كده بيدخلهم كلهم السماء بقوا مقدسين. لكن في للاقباط هموم، في للاقباط متاعب ومطلوب حلها. لكن هل يمكن ان يطلق عليها اضطهاد؟ نقدر نقول انها متاعب تحتاج لحل جذري، وانها متاعب شديده. انا ما بعملش كلمه اضطهاد لان انا دي بلدي، انا مش غريب عليها، فما احبهاش وما احبش ان انا اتوصف ان انا مضطهد. نسمع راي الاستاذ جمال اسعد عشان هينضم الينا بعد قليل الاستاذ محامي ممدوح نخله، محامي بالنقد ورئيس مركز الكلمه لحقوق الانسان. اللي طبعا اقباط المهجر لا يعني كل المصريون المسيحيون اللي في امريكا وفي مصر، انما هم قله التي تبنت ما يسمى بمشاكل الاقباط. وانا مش قضيه ان هم عملاء او ولكن بالتاكيد في السياق السياسي، وانا هاخدها من الزاويه السياسيه، باعتبار ان هؤلاء بدا صوتهم يعلو متبنين ما يسمى مشاكل الاقباط في مرحله من المراحل. كان هناك توازي بين موقفهم في مناقشه هذه المشاكل
وبين تصرفات ومواقف للجمعيات الأهلية الأمريكية والكونجرس الأمريكي من خلال إقرار قانون الحماية الدينية سنة 98 ومن خلال بيت الحرية وهو مؤسسة أهلية أمريكية بتلعب دورا خطيرا في هذا الموضوع ما يسمى بمشاكل الأقباط، وخاصة بعد سبتمبر 2001 والمواجهات للمتصرفات الأمريكية في مواجهة المنطقة وعادة تقسيم المنطقة وبعد احتلال أفغانستان والعراق وبعد تفتيت العراق الآن وتقسيم السودان، هذا المناخ لا أسقطه عن التوقيت الذي يتقدم فيه هؤلاء بعض أقباط المهجر لما يسمى بتدويل القضية. وبالتالي أنا بقى مش هستخلص بقى عملاء أو مش عملاء، ولكن هذا تحليل سياسي أن التوقيت خطر خطر خطر. وبالتالي هناك أدوار متكاملة بين مخططات أمريكية بتسعى لتقسيم المنطقة وهذا واضح بدون مواربة، وبين ربط هذه المشكلة بهذه المخططات لعادة تقسيم المنطقة بما يسيء للأقباط ولتاريخنا الوطني ولتاريخ الكنيسة الوطني. وبالتالي هل تدويل مشاكل الأقباط هيعمل على حل مشاكل الأقباط؟ ده سؤال أساسي. هناك مشاكل الأقباط، نعم هناك مشاكل الأقباط ولا أحد ينكره، بل أن مشاكل الأقباط الآن على الأجندة السياسية لكل الأحزاب وكل القوى الوطنية والجمعيات العمل الأهلي، ما فيهاش فصال. بدأت بعض الحلول، ولكن هنا هل عندما يأتي سين أو صار؟ في بعض الناس بترى أن هذه الحلول كانت كوزماتيك أو حلول تجميلية، ولكن الأساس في المشكلة ما زال بقية. المشكلة الأساسية أن هناك تراكم تاريخي خلق مناخ طائفي، هذا المناخ الطائفي هو الأساس المشكلة. إنما نيجي الجزء الثاني بقى ما يسمى بالقرارات والقوانين. إذا كان هناك مطلوب أن يصدر بعض التشريعات وبعض القرارات والقوانين لحل مشاكل الأقباط، نعم، مثل مثلا تمثيل الأقباط في مجلس الشعب مش مطلوب أكثر من يعني نظام قبل الثورة كان عندي 13%. لا أرجوك بلاش قبله بعد، خلينا نعم. أنا على فكرة أصل التاريخ ده له ظروف وملابساته المرتبطة بالزمان والمكان، خلينا هنا احنا دلوقتي فضل. أنا بقول مثلا تمثيل الأقباط في مجلس الشعب عندما يصدر قانون التمثيل القائم التمثيل النسبي هنحل هذه المشكلة، إنما ضد النسبة، النسبة لا تحل مثلا، يعني هناك فرق وهناك فرق. لما نقول بناء الكنائس، حتى كنا نتكلم مع جود سابونا قبل ما ندخل، الخط الميونة ما فيش حاجة اسمها خط الميونة على فكرة، لا يوجد في 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 مجموعة القوانين المصرية ما يسمى بالخط الميوني، ولكن في القوانين العشرة أو التعليمات العشرة في الشروط العشرة في قرار نائب وزير بتاع وكيل وزارة الداخلية لابد أن تسقط ولابد أن يصدر قانون الموحد لبناء الكنائس، وهذا كل القوى الوطنية بتتبناه. هنا بقى دي ما يسمى بإصدار التشريعات واللوائح والقوانين. الأخطر بقى هو المناخ بين المسلم وبين المسيحي، لأن المشكلة بين مسلم ومسيحي والحكومة طرف، ثلاث أطراف على أرض مصرية، أي حل خارج عن هذا مش هيحل المشكلة بل يزيد تعقيدا في إطار نظرة المسلم في مناخ الاستقواء الأمريكي على المنطقة وربط الإسلام بالإرهاب. هيقول لك بقى الله يبقى أقباط مصر أو مسيحيين مصر دول بيساقوا علينا الخارج ويخلوا الخارج يضغط علينا، طب إذا الحكومة قابلت أنا على فكرة قريت مقال بهذا المعنى، الشعب المصري اللي هو شريك في المشكلة هل هيقبل الضغط أم هيأخذ الضغط بزاوية أخرى ويعزيز الأمور تعقيدا ويزيد المناخ الطائفي؟ علشان لازم أطلع استراحة عشان الأستاذ ممدوح يتفضل. سيادة القمص، عايز هل حضرتك بتوافق على اللي قاله الأستاذ جمال؟ أنا بوافق، بس عايز أقول حاجة تانية. إحنا بنرفض عرض القضية أو إن السقوة بأمريكا، لأن تاريخنا كمان بيقول كده، يوم الحروب الصليبية لما جت الأقباط وقفوا مع أخواتهم المسلمين، ما وقفوش مع اللي جايين ورافعين علامة صليب. احنا مصريين، مصري قبطي، احنا اقباط، احنا ولاد البلد، نرفض اي شيء داخلي. بس المطلوب في نفس الوقت، انا مش عايز القضية تصار برا، بس عايز تتحل جوه، صح؟ لكن ما تتحلش جوه ولا تصار برا، وكل اللي بيحصل رواية وتمثيلية وحلقة ولقاءات تلفزيونية ونقعد نفس الكلام اللي بيتقال ده اتقال 20 مرة في برامج كتير في مشاكل الأقباط، وإن شاء الله تتحل. طب ما احنا نيجي في الآخر ما تتحلش وبعدين نربط ما بين عدم حلها وأجواء سياسية وظروف تانية، عايزين نحل علشان الأقباط والمسلمين يرجعوا لحالة الحب والود اللي عاشوا عليه طول السنين. طيب لو تسمحوا لي حضراتكم جميعا، نسمح للسادة المشاهدين
حان الآن موعد الاستراحة، بعد الاستراحة نواصل هذا النقاش وينضم إلينا الأستاذ ممدوح نخلة. تابع. مرة أخرى نعود إليكم لنواصل النقاش حول مسألة ما يسمى بتدويل القضية القبطية أو رفع الملف القبطي إلى الأمم المتحدة. خلينا نرحب بالأستاذ المحامي ممدوح نخلة، المحامي بالنقض ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان والمتخصص في الشؤون القبطية. مساء الخير يا أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح، عايزين نعرف وجهة نظر حضرتك في هذه القضية. يمكن حضرتك استمعت إلى جزء يعني أثناء قبل الاستراحة، واستمعت إلى جناب القمص والأستاذ جمال والأستاذ هاني. حضرتك شايف المسألة، هل من حق الأقباط أن يرفعوا هذه المسألة إلى الأمم المتحدة أم أنها مسألة داخلية عليهم أن يناقشوها في الداخل في الأساس؟ أنا أولاً بعتذر على التأخير عشان جاي من أنا عارف النهار جاي من أسيوط. الله يخليك. فبشكر حضرتك شكراً جزيلاً. وراجع من قضية برضو فيها شبهة اضطهاد ديني للأقباط. كان طالبة اسمها أميرة حصلت على الدرجات العليا، المفروض تتعين الأولى تعين معيدة في الجامعة، ولما يتم تعيينها مما حدا به رئيس القسم طب الأطفال جامعة المنيا إلى أن يقدم استقالات احتجاج على هذا الوضع. طبعا أنا شايف أن في اضطهاد طبعا للأقباط. اضطهاد طبعا، عمل منظم اضطهاد ده بدون مواربة، مش هنلف وندور يعني، تمييز هموم شوية مشاكل، هو اضطهاد بدون أي مواربة ودون أي مشاكل ودون تجميل. يعني يتمثل في إيه؟ يتمثل زي ما قال أخونا جمال أسعد في بناء الكنائس. أخويا المسلم يبني المسجد، أنا ما بعرفش أبني كنيسة. اخويا المسلم بيتعين في المناصب العليا، انا ما بعرفش اتعين. وهكذا مجلس الشعب، كل المناصب السياديه، امن الدوله، اجهزه الامن، المخابرات. لماذا يتم تمييز الاقباط في هذه المناصب؟ لماذا يتم اقصائهم في مناصب كليه الطب قسم امراض النساء والاطفال مثلا؟ يعني لماذا تكون هناك جامعه متخصصه مثل جامعه الازهر فيها كليه الطب وصيدله وهندسه وعلوم ولا يوجد؟ هو السؤال هنا باقباط امثله بافتراض ان صحه كل هذه الامثله والكثير منها بالفعل صحيح، لكن يعني انا بتحدث عن هذه مساله. حضرتك بتتكلم على علاقه بين مصري ومصري، هناك مصري قد يكون جار على اخيه. نعم. مصري قد يجوز، ولكن هل نرفع هذه المساله الى الامم المتحده لتصبح قضايا اخرى مرشحه ايضا لتدخل دولي وخارجي؟ والله في حاجه يعني ماذا نفعل في الداخل ما بتتحلش، في الخارج ما تعملوش، يعني نعمل ايه؟ يعني بدل ما نقول للمجني عليه يعني بتعيط ليه وتبكي ليه، نقول للضارب بتضربه ليه؟ يعني انا النهارده ببكي، ما بكيش حتى حق البكاء ممنوع ابكيه. يعني ده هذا منطق معكوس وازدواجيه في المعايير. اذا كنت انا مضروب وانا مضطهد، الا انا كمان بيتم اتهامي لماذا ابكي ولماذا اشتكي؟ طب مع انه يترك مين المتهم ويترك الجاني. لا لا، وانا المجني عليا يا جماعه، مين مش محقق اتكلم؟ مين اللي قال ده؟ حد ادنى. ثواني يا استاذ، ما تاخدش فرصتك تبقى اتكلم. سيبنا اتكلم، ما سيبني يا عم هاني. امال اللي بيتكتب ده ايه؟ فين بيتكتب ده؟ يعني انا النهارده لما النهارده يحصل لي اضطهاد من ذلك بتقول هو تسبي سايبني ده؟ انت بتسطر عليا البكا يعني. حتى اخونا جمال هو طبعا راجل من قناه الاخوان، بيستكتر عليا حق البكا، بيقول لي ما انت بتبكى اهو. بلاش ايه نرمي كده، يعني بيقول لك ما انت بتبكى اهو، مستكتر البكا عليا. يعني اعمل ايه؟ يعني داخل مصر ما بتحلش مشاكلنا، خارج مصر انتوا عملاء وخونه. طب نعمل ايه يا جماعه؟ الاستاذ جمال اسعد من قناه الاخوان، هو قصدي كان رشح على قائمة الإخوان، كان في القائمة وكان قاري التاريخ السياسي سنة 87. هو طبعا له يعني مصداقية في هذا المجال. أنا بتكلم تاريخ يا أستاذ مندوب. يا سيدي احنا مش هنتكلم مناقشة ثنائية بقى، ما تدخلش في فراغ ثنائي. بلاش نخش في شخص، أنا مش هنخش في فراغ ثنائي. بلاش موضوع يا بلاش، مش هنخش في فراغ ثنائي. أنا دلوقتي بتكلم على ردا على سؤال معين، هل هناك اضطهاد أم لا؟ أنا في وجهة نظري هناك اضطهاد. هل هذا اضطهاد منهجي ومنظم؟ بقول لا، مش اضطهاد منهجي ولا منظم. كويس. يعني مش قبل الحكومة زي البوسنة والهرسك، ولا اضطهاد عنصري يعني. ولكن تمييز بيصل إلى مرحلة الاضطهاد، ده في وجهة نظري يعني. تمام. إذا هذا التمييز، السؤال الثاني هو يجب أن يحل في نعم. الخارج أم أن يحل داخليا، رغم يعني ما حضرتك تفضلت بيه ان المسائل لا تحل بالسرعه الكافيه؟ انا شايف من بقى لنا 54 سنه لم تحل مشاكلنا بالداخل. طب ماذا نفعل؟ ننتظر 54 سنه اخرى؟ طيب انا بشوف نعرض مشاكلنا، احنا بنعرض مشاكلنا على الخارج. النهارده الشيعه بيطالبوا تدوير قضيه الشيعه،
النهارده الاخوان بيطالبوا بتدويل قضيه الاخوان، لانهم طبعا عرضوا لمظالم كثيره اثناء الانتخابات التشريعيه. القضاء النهارده بيطالبوا بتدويل القضاء. لا يا استاذ ممدوح، طبعا هذه معلومات غير دقيقه، هذه معلومات غير دقيقه. ما انا بقرا من الجرايد وانا بالفها، انا شايف هذه معلومات غير دقيقه. النهارده الصحفيات التي انتهكت حريتهم في 25 مايو العام الماضي بيطالبوا برفع قضيه دوليه. لما يجي القباط خونه وعملاء، امال اشمعنى القطاعات دي كلها؟ لا اولا احنا لا بنرفض يعني مساله التكوين والعماله سواء من طرف لطرف اخر ايا كان. جناب القمص تفضل اذا كان عندك تعليق. زي ما قلت من شويه، احنا مصريين وعايزين قضيتنا تتحل جوه بلدنا، بس المهم ان تتحل، عايزين خطوات عمليه. طب ما هو الاستاذ ممدوح بيقول انها ما بتتحلش، وبالتالي فهو يريد ان يرفعها الى يعني يعرضها على الامم المتحده او يعرضها على الخارج. احنا بنعلي صوتنا تاني جوه بلدنا، بنقول لو سمحت يا استاذ جمال. لا بس حضرتك اقول ان حضرتك بتكلم استاذ جمال اسعد. بنقول بنعلي صوتنا تاني، يمكن المسؤولين ما سمعوش. يعني هل هي وسيله للضغط جناب القمص، ولا من اجل حل المشاكل داخليا؟ لا ولا ده ولا ده استراتيجي. انا بعلي صوتي علشان اسمع مشكلتي يبقى وسيله ضغط؟ لا، يبقى كده ما اتكلمش خالص. لا بالعكس، احنا عايزينك تتكلم، بس انا بسال الاسئله عشان تبقى المساله بصراحه. لا، احنا عندنا كم من المشاكل والهموم. هل جنابك ترى ان المسيحي يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاخ المسلم؟ هناك شروط او قرارات في بناء الكنائس. كمثال، لما اجي ابني كنيسه يتقال لي شوف اقرب بلد فيها كنيسه. طب ليه؟ علشان اخد بعضي واسافر البلد اللي جنبي اروح اصلي فيها. مش الموضوع اتحل جناب القمص؟ ما اتحلش. ما هو ده اللي بيصير اقباط المهجر. ان يتقال اتحل، اتحل ازاي؟ لسه لغايه النهارده علشان ابني كنيسه اخد قرار جمهوري. كل اللي اتحل مش احيل الى المحافظين. لا 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 وترميم. اللي حصل ان سياده الرئيس كل اللي عمله قال ان الكنائس القديمه عمليه ترميمها واصلاحها واعاده بنائها لو بتقع تبقى عن طريق المحافظين. زمان انا كتبت مقاله في جريده الاخبار، كنا عايزين نصلح دوره ميه، قلت يا جماعه انا عايز سباك مش عايز. طبعا دي مساله، مش مساله غير مقبوله باي معيار طبعا. يعني اصلاح دوره ميه، ما اللي بقوله النهارده احنا ما اقدرش ابني كنيسه. يقول لي لو الكنيسه اللي هتتبني جنب السكه الحديد اخد موافقه السكه الحديد. ليه؟ هل الصلاه هيخلي شريط القطر يطلع من الشريط بتاعه؟ لو جنب الترعه اخد موافقه هيئه الري، كويس ماشي اخد راي الترعه، ايه السمك هيطلع من الترعه؟ ايه شروط التعجيز؟ لو هتتبني تتبني في بلد ما يكونش فيها ولا واحد مسلم. في بلد في مصر ما فيهاش واحد مسلم، ولو فيها مسلمين هل عندهم مانع؟ ايه ده؟ سؤال. اتفضل يا استاذ جمال. وبعيد عن مدافع. لا انا حالتي محلت من الموضوع. يعني مش انت جنابك شايف ان ده صح؟ حضرتك بتسالني انا؟ انا مش هجاوب. اتفضل يا استاذ جمال. اولا احنا طبعا كلام ابونا ما نختلفش فيه، وحتى دلوقتي المناخ السياسي المصري لا يختلف مع طرح هذا الكلام، ولكن هذا مرتبط بمناخ سياسي وواقع سياسي. صح. مرتبط بمناخ سياسي وواقع سياسي، وخاصة ان القرارات الخاصة بالمسيحيين هي في الغالب تستند الى قرارات امنية. ثاني يعني القرارات الخاصة بالمسيحيين صاحب القرار يستند الى قرارات امنية، وبالتالي مطلوب هذا الملف يخرج عن نطاق الامن حتى يسيس، وبالتالي يمكن نبدأ الطريق الصحيح للقضاء على المناخ الطائفي. حتة تانية حضرتك، احنا بنناقش هنا تدويل طبعا المشاكل اللي مش هنختلف فيها والحلول معروفة، ولكن هنتكلم على التدويل. على التدويل مظبوط. على التدويل هنا، التدويل السيد عدلي أبادير الذي يتبنى أقباط المهجر بالكامل، هو الألفة بتاعهم واللي هو تقدم بالشكوى، قال وفي البرنامج بتاعك ده هنا في يوم من الأيام وقلت الكلام ده، قال إذا لم تحل مشاكل أقباط سأحرق مصر، وكررها تاني هذا الاسبوع. لا هو قال لي تعبير مجازي يا استاذ جمال، على فكره قال هذا الاسبوع تاني، قالها تاني. والاخ عدل أبادير الذي يعيش خارج مصر لا علاقه له بمشاكل الاقباط في مصر حقيقه. ليه؟ لا اقول لك ليه.
لا علاقة لأي واحد خارج مصر بمشاكل مصر. أولا المشاكل لو سمحت يا أستاذ، لو سمحت يا أستاذ لا مش معقول بيقول ده. أولا لا علاقة بأي أحد خارج النطاق الواقع السياسي لأي مشكلة بهذه المشكلة. ليه بقى؟ لأن هو بيدول هذه المشكلة في أرضية بيدول ليه يعني. أنا بقول هو خلي بالك لا يدولها من فراغ. الأستاذ ممدوح لو سمحت وهو يعيش في مصر ومحامي مقيد بالمحاكم المصرية مرتبط بأجندة أقباط المهجر في طرحه السياسي، في طرحه السياسي، لأن هناك قضية سياسية مرتبطة بواقع سياسي وظروف سياسية ودي سياسة أصلها. انت بقى اما ترتبط باجنده مصريه من واقع سياسي مصري تعمل على حله زي ما يقول ابونا التفعيل مطلوب للكل، ودي برضو فيها بطء شديد. اما الاجنده المطروحه بتاعت ممدوح وبتاعت عدلي دي اجنده خارجيه لا علاقه تلام مشاكل الاخبار في مصر على الاطلاق لسبب بسيط. هو عندما يخترع خطف الفتيات عشان يجبرهم على الاسلام، عندما يخترع يخترع كذبا خطف هناك اغراء. عشان نسمع هناك اغراء فتيات مسيحيات. نعم اغراء بكل السبل، ولكن خطف منظم. خطف منظم اتحداك خطف منظم. لماذا بقى؟ ليه انا عايزين يقولها؟ علشان يكون مبرر للتدخل الاجنبي. عندما يثبت ان هناك خطف منظم للاكراه على الاسلام معناها اضطهاد 100 بقى، ما فيش كلام. يبقى ده سبيل بقى للتدخل. قال ان هناك اضطهاد ولكنه غير منظم وغير منهجي. ما اذا كان خطف للاجبار على الاسلام يا استاذ جمال معناه ده اضطهاد ما لا نقاش فيه بكل مبادئ وحقوق الانسان، وبالتالي بيمهدوا للتدخل حتى يكون هناك ضغوط على مصر، وبالتالي نسال السؤال واسكت. هل هذه الضغوط هتحل المشاكل ام ستحدث العكس؟ طيب اسمع الاستاذ هاني لبيب ثم نعقب على ذلك. انا هاخد جانب تاني هقول لحضرتك على حاجه. هو دلوقتي لما اتكلم على مين اللي كان؟ استاذ ممدوح. استاذ ممدوح وابونا اتكلموا على الجانب السلبي، وانا هنا بصراحه يعني برضو ده سؤال لابونا. حضرتك لما بتتكلم اديتني ايحاء بكلام ان انت عايز المشاكل جوه مصر وفي نفس الوقت نرفع صوتنا. ايوه انا بكلمك انت الاكل. أيوة. هو اللي قال مش انت حاجه غريبه. لحظه استاذ ممدوح، استاذ ممدوح انا نفسي تبطل الموسيقى يعني التصويريه اللي انت بتعملها وحد بيتكلم. خلاص لما حد يتكلم بلاش موسيقى تصويريه. لما اتكلم خلاص تسكتوا طبعا حقك. طب اتفضل استاذ هاني. شوف كويس جدا، هو قاعد يتكلم على الجوانب السلبيه وربما تناسى بحسن نيه ان بعض القرارات اللي تمت في الفتره الاخيره في مصر كان فيها شيء ايجابي. انا رايي ان لم يستثمر من المسيحيين نفسهم، وهدي لك مثل على ده. مثل منهم لما الدوله عملت 7 يناير عيد وطني، ده كان جانب ايجابي، ده كان جانب ايجابي بنطالب بيه من زمان. نعم اتعمل. لما الرئيس في قراراته من سنه 98 لغايه دلوقتي وصل لغايه تفويض المحافظين في ان لو كنيسه قديمه وقعت في نفس مكانها تتبني كنيسه جديده. اوكي لسه مشكله قد يرى البعض ان أوكي. هذا دي خطوة ايجابي ولكنه غير كافي. هقول لحضرتك ليه غير كافي. ما ننكرش ان في الاجهزه المحليه لما تنزل بقى لتحت بيعرقلوا اي حاجه في الدنيا، ده حقيقي. وعشان كده في مشكله فعلا ما بين الكلام اللي كان بيقوله استاذ جمال ان في قرارات وتشعب تمام كويس جدا لكن المناخ الطائفي بيوقفها. اللي انا بقى عايز اساله، المسيحيين في مصر عرفوا يستثمروا الجانب الايجابي؟ ما عرفوش يستثمروا. النقطه الثانيه، التعتيم الاعلامي اللي بيتم، اولا هل في جانب ايجابي ولا مفيش؟ لا سؤال التعتيم اساسي يعني. التعتيم الاعلامي لا، هل في جانب ايجابي ولا مفيش؟ انت بتقول في جوانب طبعا في جوانب ايجابيه. جوانب ايجابيه القرارات دي نفسها، يعني لما الدوله تبتدي تتخذ قرارات بهذا الشكل بدايه. وانا هقول لحضرتك على حاجه بقى، ملف الاقباط لازم بشكل مباشر يكون ملف سياسي مش ملف امني، وانا متفق مع ده واظن كلنا متفقين. هقول لحضرتك نقطه ثانيه، لو انت خدته بعين ان ده ملف سياسي لا يمكن يحل مشاكل الاقباط مره واحده كانك بتقطع تورته بسكينه حته واحده، ما تنفعش. مشاكل الاقباط نتيجه المناخ الطائفي اللي احنا عايشين فيه ونتيجه التراكم السلبي اللي بقى عند راجل الشارع العادي اكتر ما هو عند المسؤولين وعند القوانين لا يمكن يحل الا تدريجيا بمنظومات معرفيه، مش منظومه سياسيه، مش منظومه تشهير، مش منظومه تدويل. اقول لحضرتك نقطه ثانيه، لما تيجي حضرتك في بناء الكنائس مثلا الرئيس يصدر قرار ان نفوض المحافظين ويجي حد عند المحافظ يوقف القرار، ما نقدرش نحمل الموضوع للدوله المصريه. لكن هنا المناخ نفسه، تعال عند قضيه البنات والاسلمه،
مع احترامي لكل القضايا وكل حتى الورقه اللي هو طلعها دلوقتي، الورقه اللي كاتبها واحد اللي كاتبها. طب انا ممكن اكتب ان انا اتخطفت انا شخصيا يا ابني اسمع شويه بقى، بتقول لي ممكن اكتب؟ اكبر منك يا ابني ابنك ايه بس؟ يبقى انا ما هو بلاش الموسيقى التصويريه. لا لا انا انا عايز بس واحنا بنكلم بعض على فكره يعني كل اللي موجودين على في هذه في هذه المائده يعني لهم كل الاحترام والاذلال والتقدير لو سمحت. اتفضل استاذ هاني. بص حضرتك في موضوع اسلمه القاصره، انا شخصيا قربت من شويه حالات بهذا الشكل عن تجربه شخصيه وعندي اسمائهم وعندي كل حاجه. مفيش حاجه منظمه بفكره الخطف. ربما يكون في اغراءات من بعض الاشخاص ماشي، ربما يكون في سوء تربيه ماشي، ربما يكون مشكله في تنظيم الاسره ماشي، لكن مش المساله ان احنا قاعدين في شيكاغو وافلام الكاوبوي يعني، ما ينفعش ان احنا نضخم بهذا الشكل وناخد ده ذريعه وترجع تقول لي التدويل، ايه علاقه ده بالتدويل؟ ما هي دي الاجنده. اذا حضرتك شايف والاستاذ جمال اسعد ان مساله التدويل هي مساله يعني خاطئه في الزمان والمكان. جناب القمص شايف ان يعني هي شكل من اشكال رفع الصوت من اجل حل المشاكل الداخليه، بينما الاستاذ ممدوح نخلب يرى ان القصه كلها يجب ان تتم بهذا الشكل لان هذا حق، هناك مشاكل، هذه المشاكل لا تحل وبالتالي فلا باس. لكن انا براها بدون تحفظ، مساله التدوين لا اتحفظ عليها. ليه ما اتحفظت عليها؟ علشان انا بقول كل النهارده الفئات بتطالب بتدوير قضاياهم، كل الناس بتعرض قضاياهم. لما النهارده حصل مشكله الجنجويد مع الزنوج في السودان ورفعوا قضيته وحاولوا يقضوا هل تقرير زي ده فيجي النهارده الاقباط تشبه لها معلش تشبه لها نفس البتاع ده نفس القضاء العربيه. هو السؤال السؤال يعني كيف تنظر لفكره المواطنه المصريه؟ المنظره دي مش بالوطنيه، عشان تبقى وطني عشان تبقى وطني تشتم شويه في امريكا وشويه في اطباق باطل مهجر، دول حاجتين الشتمه يبقى انت راجل وطني. الحاجات دي اخلاق اسلوب عارف عليه ازاي؟ احنا مش جنجويد يا استاذ محمود يا استاذ مندوب، احنا مش جنجويد. لا عدل شويه مصريين. واشتم شويه في امريكا واشتم في عدلي اباديل واشتم في مايكل منير واشتم في بوليس صادق، دي شغلتك علشان تقول ما جبت سيره مجدي خليل يا استاذ مندوب. انا ما جبتش سيره مجدي خليل في السفير الاسرائيلي وهو ده بتقعد يا استاذ جمال. انا قلت انك انت استاذ جمال في بينك وبين الاستاذ مندوب السفير الامريكي ما روحش. انا ما قلتش حاجه، انت بتروح السفاره الاسرائيليه والامريكيه وعايزين صاروا نتدخل وتقول لي وطنيين بطل لو سمحت لو سمحت عايز اسمع تقرير من جلابة القمص لو سمحت استاذ ممدوح استاذ جمال اتفضل جلابة القمص عشان معايا تليفونات كتير جدا عايزين الناس برضه ارجو نتكلم بهدوء لو سمحتم. اول حاجه من يستدعي او يستعدي اي قوه ضد مصر فهو خاين لمصر. برافو. احنا مصر في دمنا، والبابا شنوده صاحب كلمه مشهوره ان مصر مش وطن بنعيش فيه ولكنه يعيش فينا يعيش في داخل. زي ما قال تمام كده الاخ دلوقتي ان في ايجابيات زي 7 يناير محدش ينكر، وشكرنا سياده الرئيس مرات كثيره. لما جه موضوع المحافظين، موضوع المحافظين ظاهره حلو والنيه حسنه، لكن الاشكال انه بعد كده بيرجع الموضوع تاني للجهات المعنيه اللي هي الامن. وكم من المرات يصدر قرار جمهوري ولا ينفذ؟ قرار جمهوري يصدر وفي كنايس فيها قرارات جمهوريه. ده يوصلنا لحاجه قالها الاستاذ جمال اسعد، ان عايزين حل جذري للمجتمع، مش الموضوع قرارات، عايزين نحسن المناخ. زمان كان الود والحب اكتر من كده بكتير. الفتره اللي قبل الرئيس مبارك شافت ظروف صعبه جدا جدا. تمام. الرئيس مبارك ربنا يديله الصحه يعني استلم تركه مهلهله. نأمل ان الاعلام والكنيسة والازهر الكل يتكاتف من اجل زرع الحب. انا وكل يشعر ان احنا اخوات، احنا مصريين، ليا عند اخويا واخويا لي عندي ان احنا نكون واحد. لو قدرنا نوصل للحتة دي ما عندناش مشاكل. لو تسمحوا لي حضراتكم واسمح للسادة المشاهدين بعد الاستراحة نواصل هذا النقاش، تابعوا. تدويل القضية القبطية، وواضح أن هناك عدم اتفاق حول هذه المسألة، هناك رأي يرى أنه لا بأس، وهناك آراء أخرى ترى أن المسألة يجب أن تحل في داخل الإطار المصري. خلونا ناخد تليفونات بسرعة وحستأذن السادة المشاهدين أن تكون الأسئلة مباشرة ومختصرة جدا عشان الوقت. أستاذ جهاد اتفضل. أستاذ جهاد. أي يا فندم مساء الخير. أهلا مساء الخير أستاذ جهاد. أنا اسمي جهاد الغزالي. أهلا وسهلا يا فندم. مسلم أرثوذكس. أهلا وسهلا. انا شايف مختلفين فمش عايز حد يقاطعني عشان انتوا بتقاطعوا بعض. طب بسرعه بس لو سمحت يا جمال بيه اتفضل. كان في حريه في بيتنا في الدور ال 15 صاحب شقه مسيحي نعم اسمه العقيد ايمن شاكر نعم
انا طلعت طفيتها. انا عايز اقول لسعادتك على حاجه. انا بفتح مشروع الشهر دوت يوم 5 اكتوبر في طابا. نعم. هذا المشروع بيتعامل فيه 120 موظف. منهم 40 مسيحي. هبعت لك على الفاكس السي فيز والعقود بتاعتهم. مجموع مرتبات المسيحيين اللي بيشتغلوا معانا حوالي 80,000 جنيه في الشهر. يعني هم بيقدموا خدمه زيهم زي غيرهم، وبالتالي فهذه المرتبات هم يستحقوها زيهم زي غيرهم. شكرا استاذ جهاد. شكرا استاذ سامي. استاذ سامي اتفضل. ايوه مساء الخير. اهلا باشمهندس. ازيك دكتور سامي الاسكندر؟ اهلا يا دكتور، اتفضل يا دكتور. اجمل حاجه اللي فضلت الام سالها ان اساس فعل العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر هي المحبه الشديده. مين فينا مسلم ملوش حبايب مسيحيين كثيرين والعكس صحيح. بس هل تعتقد يا دكتور سامي ان هذه مساله عامه ولا هناك من الطرفين في حاله من حالات التوتر؟ في بعض التوتر محدود، في ناس طبعا قله. هو العمليه متناسبه مع الثقافه العامه، كلما ارتفعت الثقافه كلما بقى العنصر الديني ده قل قوي. انما طبعا في اوساط متعصبه من الناحيتين. في شركات مسيحيه تدخل تلاقي كل اللي فيها مسيحيين، والعكس صحيح. انما العام والاساس هو المحبه. الاستاذ ممدوح اما قال عن الطبيبه اللي رئيس القسم استقال لانها ما تعينتش، للاسف ما قالش ان رئيس القسم ده مسلم، انا مش عارف ليه، لان ده له معنى كبير. يعني في قصه الاضطهاد اغنى رجال اعمال في مصر مسيحيين، واكد لك انا ما عنديش احصائيه، انما انا عايش في البلد وعارف. لو خدنا الثراء في مصر هتلاقي لو ان المسيحيين المصريين تعدادهم من 10 ل 12% هتلاقي في اغنى المصريين في 70% مسيحيين. شكرا دكتور سامي، شكرا جزيلا. استاذ عائشه. انا كل اللي عاوز اقوله ان احنا نسينا حاجه. احنا كلنا مطحونين، لكن لما انا اكون مطحونه ما بقولش انا مطحونه عشان ان انا مسلمه. الحكايه كلها انه مش لازم التدويل، ما يصحش التدويل، لكن كل واحد لازم ياخد حقوقه. شكرا. الدكتور خالد. اهلا مساء الخير يا استاذ جمال. اهلا مساء نور يا دكتور. انا بس كنت عاوز اقول ان لما بيحصل تمييز على اساس عرقي او ديني او اي نوع من التمييز بيترك الموضوع مفتوح لفساد اجتماعي كبير المدى. بمعنى ايه؟ يعني بنبتدي نميز على اساس ده ابن مين وده اختاره على اساس ان ابن العم او ابن الصديق، والخ في الموضوع ليه ريبركشنز واسعه. بتبتدي بتمييز عرقي او ديني وبتنتهي باسلوب مؤسس على اساسه ببتدي اختار بتمييز بين الاصدقاء وبين ولاد العم. تمام. ما حصل في ما الاخ اتكلم على كليه الطب والكلام ده يعني معروف وحاصل. فاحنا لازم الحقيقه تستمت فيري هارد يعني ونقف وقفه جامده ضد اي تمييز عرقي او ديني. شكرا يا دكتور خالد. استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل معانا. استاذ محمد. ايوه معاك. اتفضل يا استاذ محمد. بقول لسعادتك على حاجه، الاخوه الافاضل، لو تعرف ان نسبه المساجد اللي بتتبني في مصر يمكن 90% منها مش مرخصه. هم لو هيقعدوا يستنوا لحد ما ياخدوا ترخيص للكنائس بتاعتهم المفروض يركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده. مش هياخدوا ترخيصات لبناء كنائس. يعني احنا عندنا 90% من رايك ايه انهم يبنوها بدون ترخيص يعني يا استاذ محمد؟ لا عنده حق والله. بكلمك جد، انت حاجه واقعيه يعني. هم انا مش بتكلم على مسلم ومسيحي. لا والله، ولا احنا كلنا اخوات، بس 95% من وانا راجل في ريفي كمان بكلمك، 95% من المساجد اللي مبنيه في مصر من غير ترخيص. وبعدين بعد كده اما بيلموا لها فلوس، وانت شايف لما تعدي على الشوارع وبتاخد بتدفع شلم، تدفع باريزه، تدفع ربع جنيه، تدفع جنيه. لو حقيقة الاخوه الاباط هيستنوا ترخيصات عشان يبنوا كنائس. شكرا استاذ محمد. استاذ هشام. استاذ هشام اتفضل. مساء الخير. اهلا بيك. سؤالك في الحقيقه يا استاذ جمال ان احنا ساعات بنبتذل الكلام. يعني ام كلمه الخيانه، يعني كيف ان ناس بتدعو لتدخل اجنبي وناس بتدعو لدرجه ان عدلي ابادير قال هنحرق مصر ونقول ده وطني؟ طب ما ده ابتذال الكلام. فين معنى الكلام؟ حتى ابتذال اللغه. تمام يا استاذ هشام، شكرا جزيلا. استاذه فريده. استاذه فريده. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا بس هعلق على حاجه الاستاذ هاني. احنا بنقول يعني الايجابيين ان البلد اعترفت ب 7 يناير. طب فين عيد القيامه؟ ولا ده مش معترف بيه؟ نمبر 1. نمبر 2،
الايام الجمعه لما بيبقى فيه صلاه في الكنيسه وبيبقى فيه صلاه في الجوامع تحس ان كل الضباط وكل الامن وقفوا عند الكنائس عمالين يعملوا مخالفات ويعملوا كده في سبيل ان بعد كده تلاقي بعد كده الشوارع كلها وقفت والميادين اتقفلت ولا المرور لانهم بيقفوا يصلوا. شكرا استاذه فريده. استاذه ايمان اتفضلي. استاذه ايمان مساء الخير يا استاذ جمال. مساء النور يا فندم. معلش انا كنت عايزه بس اقول للاستاذ نخله حاجه اللي بيقول انه كان بيدافع عن قضيه طالبه لم تعين في الجامعه بسبب الاضطهاد. اعتقد ان كلنا سمعنا عن القضيه اللي تصدى لها الاستاذ فاروق جويده. ايوه. لما كان بيدافع عن طالب ما تعينش او اسره ما تعينش ابنها في النيابه العامه. اعتقد ان هو مسلم والاسره مسلمه، مش هي مش حكايه اضطهاد. لازم نفرق بان في مناخ بيسودوا فساد او محسوبيه وبين الاضطهاد. شكرا استاذه ايمان. انا يعني قدامي 3 دقائق ومحتاج اسمع كلمات اخيره من الاستاذ ممدوح اولا بسرعه. يعني انا بشكر كل التعليقات. يعني لاخونا جهاد عوده اللي قال لك في 80 لا هو جهاد الغزالي مش جهاد عوده غزالي بيقول لك 80,000 مسيح بياخدوا مرتبات 80,000 مش بدون معونه طبعا دي كفائتهم. اختنا الاخيره طبعا اللي بتتكلم عن اضطهاد مش اضطهاد دي عباره عن محسوبيه. لا مش محسوبيه، هي لو قالت التحقيق لان انا كنت لسه جاي منه التحقيق النهارده سبب عدم تعيين ميرا دي سبب ديني فقط عقيدتها. طيب. في عندي اس ام اس بيقول ليك يا استاذ ممدوح يعني. بيقول المسيحي صاحب بلد يا استاذ نخل. ادي حقيقه طبعا. احنا بنعتبر انفسنا ان نحن سلاله الفراعنه اصحاب البلد الاصليون، فنحن الاقباط والمسلمين بنشكل مع النسيج واحد. انا بتكلم عن نفسي بقول لحضرتك انا الوحيد المسيحي في الشارع كله مش شعر بالاضطهاد. هو معنى الاضطهاد ان المسلمين ماسكين سكاكين بيدبحوني؟ لا، انا مش معنى برجل الشارع، انا بتكلم على الاضطهاد. هل ما زلت ترى انه لا باس من رفع المساله للامم المتحده؟ انا بقول بنعرض مشاكلنا على الامم المتحده. ليه بنعرضها؟ ليه؟ علشان يكون هناك ضغط دبلوماسي لحل هذه المشكله. خلاص ما فيش النهارده جناب الامم معلش عشان الوقت. عايز اقول باختصار لو حسني مبارك اصدر 1,000,000 قرار والشارع مش مهيئ مش هتنفذ. مطلوب لم الشمل، مطلوب عمليه ربط بين المسيح والمسلم، مطلوب دور فعال لكل الجهات وبالذات الاعلام ورفع الملف القطي من الامن. من الامن. استاذ جمال اسعد مكمل على كلام جوز ابونا وان هذا الامر وهو القضاء على المناخ الطائفي سيزيده اشتعالا عملية تصعيد وتدويل مشاكل الأقباط بما يثير النفوس من الأخوة المسلمين باعتبار ان هذه الضغوط ستأتي من خلال بسبب الأقباط. انا بقى فبالتالي مش هزيدك من شعر بيت بيقول ممكن اسأل بما ان أقباط عندهم مشاكل في مصر فهل أقباط المهجر هم اللي عندهم الحل؟ فمن يحل مشاكل المسلمين في مصر؟ هل هم مسلمين المهجر؟ اذا الحل في الخارج. ديمقراطية الشعب المصري الديمقراطية والمشاركة السياسية من جميع المصريون هي الحل لكل مشاكل المصريين، والمشاكل القبطيه جزء من المشاكل المصريه بالمناسبه على فكره، يعني احنا التخصيص ده القدر اللي جابه عشان موضوع التدويل، ولكن مشاكل المصريين كلها مشاكل مصريه. تمام. لابد ان تحل من خلال المشاركه السياسيه وديمقراطيه حقيقيه بعيده عن الضغوط الخارجيه. استاذ هاني. انا بكمل وعايز اقول ان وبالذات الرساله دي موجهه للاستاذ ممدوح، احنا عندنا فرصه دلوقتي متاحه في مصر لنعبر عن مشاكلنا باحترام شديد وتقدير شديد. لكن الأقباط مش فعالين. أنا يعني في نهاية هذه الحلقة بشكر الأستاذ هاني لبيب، بشكر الأستاذ جمال أسعد، بشكر جناب الأم مسمرؤوس عزيز، كان الكنيسة المعلقة، والأستاذ ممدوح نخلة، شكرا جزيلا لكم وغدا يوم آخر إن شاء الله، تابعونا.